شافوا عطيك قزو عيد جيت عطيك قزو ضغط الحين ولعب دم جيت. طبعا يا جماعه الخير باسمي باسم اخوياي اليوم راح نحط اول ورده وراح تكون الافتتاحيه باذن الله لوقف الام، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها. بسم الله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طبعا الفكره هذه كانت من افكار الاخ سلطان العنزي. لا بعدها عشان ما تصير ورده وحده. لا جايبين كيس لا احنا معنا ورد كثير نبغى اللوحه تكتمل. فسلطان ما شاء الله تبارك الله صاحب المبادرات البرنامج هذا، وحنا نسميه المتسابقين الاب الروحي، اي احد يحتاج شيء يروح لسلطان. لا لا ما اجي من بعدك يا طويل. فعسى الله ييسر اموركم جميعا. كبرت الله يجزاك خير. الجدد على المسابقه هذه لو تشرح لنا. طبعا هذه الورود باذن الله هذه بالنسبه خاصه بالوقف اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو وقف الام. طبعا باذن الله راح نحط ورود، اذا اكتمل الوقف باذن الله راح تكون 100% وراح تمتلي الورود على اللوحه كامله. يعني رسم بياني هذا؟ اي نعم هو رسم بياني كامل ابتداء من الساعه الرقميه. طبعا اول 20% امل، 40% خير، 60% عطاء، 80% سخاء، وبالاخير السعاده. ما شاء الله. فكل ما مشينا رقم معين تمتلي هذا الورود كاملة إلى ما توصل للنهاية. أي بالله عشان كذا إحنا بدينا أول وردة لهم اليوم وهذا بنكملها. أبو صالح. أيها عشان كذا إحنا إن شاء الله بدايتنا إن شاء الله خير فيها. عزيز كلهم تبرع. أنا اليوم. وبحط كل واحد وردة باسمه بإذن الله. هالحين. الله يسعدكم. عمل خير يبقى لكم إن شاء الله ولمن نويته له. الفكرة اللي جاب الفكرة هو الشركاء الجميل، هو الشركاء نحن، لكن الرجل اللي صاحب أفكار دائما أفكاره جميلة جدا. ما جغر من بعدك الله يجزاك خير. والله زين يعني مظهر جميل الرسم البياني معروف من قديم الزمان، لكنه يطلع بأفكار جديدة. هذه الميزة. صادق فكرة الوردة الجديدة الناس كلها من أول خطوط. صادق صادق. خطوط ومرتفعات يا أبو قمي سب أو خطوط مستقيمة. صادق ونقاط. صادق رسم البياني درسته في الرياضيات. هاي هبل إيه بالله أكرم بس إنجاز بس والله. يلا بسم الله.